ونمضي إلى آخرة اليوم التالي لنقرأ ما جاء في تحليل سياسي للكاتب الصحفي محمد لطيف الذي كتب اليوم تحت عنوان لمصلحة من انفقعت مرارة لجنة الإعلام. في المقدمة كتب لطيف ما قاله وزير الإعلام، إما أنه كان خطيرا حد اضطرار لجنة الإعلام بالبرلمان لاستدعاء الوزير على عجل لاستجوابه رغم غياب البرلمان، وإما أنه كان هايفا حد أن تقرر لجنة الإعلام وحدها إغلاق الملف مكتفية باعتذار الوزير. وماذا لطيف يتعجب من موقف لجنة الإعلام التي قال إنها لم تغضب وتثور وتنفعل وتنفقع مرارتها؟ لأن وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة قد نسف وبعبارة واحدة موقف الحكومة الاستراتيجي من مشروع سد النهضة. وماذا لطيف يقول؟ ثم المفارقة الثانية والمحيرة حقا أن لجنة الإعلام لم تنتفض انتفاضتها المضرية وتنفقع مرارتها لأن الوزير بنفسه قد حمل معولا ليهيل به التراب على تاريخ بلده وقدم حضارته. والأمر الأخير الذي أثار تعجب لطيف هو أنه لم تهتز شعرة في رأس لجنة الإعلام الموقرة، ووزير الإعلام يقول عذرا أيها المصريين، في الحقيقة أنتم أبرياء، فلم يثبت لنا أنكم قدمتم أي دعم لمتمردي دارفور. في ختامه قال لطيف كل هذا لم يغضب لجنة الإعلام، إنما أغضبها وفقع مرارتها تطاول الوزير على صاحبة الصون قناة الجزيرة. ويرى لطيف أن دفاع اللجنة عن الجزيرة وقطر كان مقدما على الدفاع عن كرامة السودان. وختم لطيف قائلا حققت لجنة الإعلام مع وزير الإعلام تهمة الانحياز في زمن الحياد، فانحازت هي الأخرى فهل تعتذر؟